عودة جديدة مشاهدينا. يعني قبل قليل كان معنا الفنان الجميل طارق العلي ونوح بتعاون خصوصا في حملة ذخر بتعاون مع جمعية التكافل لرعاية السجناء. احنا نقول هذه بادرة جميلة خصوصا من الجمعية او من اهل الخير من اهل الكويت، وهذا مو غريب، لكن لازم ننوه انه يكون هذا العمل الخيري اللي بالتبرعات جميعا سواء كانت داخل الكويت او خارج الكويت لازم تكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عشان تحمي نفسك المتبرع او الجمعية من المسؤولية كاملة، فلازم تكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يمكن نورة يعني الشباب الكويتي دائما معطاء حقيقة ويقدم نماذج جميلة واعمال جميلة لهذا البلد، وعندنا في مشروع شباب كويتي جميل حلو يعني يقدمون يعني صراحه كسبوا فيه افضل تطبيق تعليمي لجائزه الكويت للمحتوى التعليمي الالكتروني اللي كان برعايه ساميه من سمو الامير عسى الله يحفظه ويرعاه. امين يا رب. وطبعا طلعوا في الابلكيشن اللي هو شيف ان هاند، تنزلون هذا الابلكيشن اكيد عبر الاجهزه الذكيه ان كانت تليفونات او ايباد. راح نتكلم عن هذه التفاصيل ونتعرف اكثر على تفاصيل هذا التطبيق مع الأستاذ اللي منورنا. هم أكيد اللي مشاركين كانوا المهندس محمد المحيطيب وأيضا المهندس خالد العريمي، وأرحب بالمهندس خالد العريمي. مساء الخير وصلت النور والسرور. يا هلا مرحبتين. حياك الله. حيك ويبيك. المشروع هذا اللي فزتوا فيه في أفضل تطبيق تعليمي وحصلوا على تكريم فيه بعد ما شاء الله. نعم الحمد لله رب العالمين. المركز الأول أمانة ما كان هو يعني كان بالنسبة لنا شيء ما نفتخر فيه أمانة، وكان بالنسبة لنا لحجم يعني بشكل عام بشكل او باخر لحجم المنافسين الموجودين في هذه الجائزه ما كنا نتوقع راح نفوز. اوكي، ولكن لله الحمد والمنه والفضل، لله الحمد فزنا واخذنا المركز الاول لله الحمد. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. اكل طباخ. اي نعم. احنا قاعد نشوف مع المشاهدين محمد التطبيق اللي موجود اللي هو شيف ان هاند. نعم. قاعد نشوف شلون الطريقه اللي شلون يدخلون عليها، شلون يقدرون يلاقون يعني الوجبات مصفوفه. نورة اقدر اتعلم من خلال هذا التطبيق؟ اوه تطبخ. نعم. ان شاء الله لاخر رمضان. ما شاء الله. بالضبط. ان شاء الله لله الحمد لله. هو الفكره شلون طرت ببالكم المهندس خالد؟ طرت طبعا هي الفكره تبلورت عند اخونا محمد المحيطيب، كان مفترض يكون يشرفنا ويكون موجود بيننا ولكن لظرف صحي. اي نعم نتوجه لتحيه لله. شوف ولا للاسف الحاله الظرف صحي للاسف ما استطاع. سلام تاجر الله يجزيك الخير. ان شاء الله بارك الله فيك. تبلورت الفكره عنده وبناء على هذه البلوره قعدنا مع بعض هذا تيم ورك وتبلورت بشكل او باخر الافكار الى ان وصل شيف ان هاند بالوضع الحالي. لله الحمد والمنه. اي نعم وجود الفكره نبع عن موقف حصل حق اخونا محمد المحيطيب بعد ما راحت خادمته، وسبحان الله شاءت الاقدار ان لقى ان اغلبيه الاشخاص يطلبون خادمه تكون تعرف تطبخ. اوكي، ولكن قال احنا نعلمكم شلون تطبخون. صحيح. إيه نعم بالضبط. يعني تعرض لموقف خدمته. إيه نعم. راحت سافرت وما ردت. بالضبط. نعم. حسب بالمسؤوليه وقدم التطبيق. بالضبط بالضبط. هذا هو هذا تبلورت الفكره من هذا الموقف اللي طبعا حصل. انا شفت الابلكيشن انا واخوي محمد. إيه نعم. طبعا احنا لقينا ان اللغات اللي موجوده. إيه نعم. هي اكثر من لغه، العربي طبعا والانجليزي والسيلاني الى الان، واحنا إيه نطمح ان شاء الله باذن الله الى 5 لغات 6 لغات لاحق ان شاء الله نحاول ننزل خلال رمضان المبارك. يعني افضل من الدورات محمد، يمكن في بعضهم يبالغون في سعر الدوره اللي تقدم للعماله المنزليه. بالضبط. ياخذون مبالغ كبيره على اساس ان هذا البيت يطورون في العماله المنزليه من ناحيه الطبخ وكذي، فتاخذ مبلغ كبير. هذا ابلكيشن موجود بسيط بالتليفون وبسيط، وهي اكيد كل واحده عندها الحين تليفون. صحيح. يعني من العماله. وهذا اللي خلانا احنا نطمح ان يكون في اكثر من لغه وليس لغه واحده. حلو. نعم. يمدينا نتعلم دقيقه ونص طبخة طبعًا متكاملة. طبعًا طبعًا يمديك يمديك. ليش؟ لأن الخطوات كلها from A to Z موجودة كتابة وكذلك موجودة بالفيديو. أوكي. أي. بدون اختصار فعلي. والمقادير أيضًا موجودة. بالضبط كذلك المقادير وننوع على مسألة المقادير. حلو. أنت بإمكانك إذا كان مثلًا السائق مثلًا موجود في الجمعية. أي. تقدر تدز له بلغته الخاصة. تدز له المقادير، تحدد اللغة اللي هو يتكلم فيها وتدز له هذه المقادير وتوصل له بالصورة وكذلك بالاسم. طبعا انا قبل شوي قبل الهواء انبهرت حيل وكنت مذهوله محمد، يمكن لاحظتني ان شلون جمعتوا كل هالمقادير اللي موجوده، هالاكلات يعني اللي حطيتوها في الابلكيشن، ويعني ما شاء الله القائمه وايد كبيره. لله الحمد والمنه. واول حب انوهم كذلك مجهود اخونا محمد المحيطيب بخصوص موضوع التصوير. التصوير قائم هو اللي قام فيه. قاعد نشوف مع المشاهدين التصوير وايد تصوير. اي لله الحمد والمنه. وكذلك التصوير من ناحيه المقادير وتصوير الوجبات كذلك. حلو. يعني فكرة محمد المحيطيب
هو طباخ ماهر يعني ممتاز. تعرف امانه اكون صادق هو مهندس ميكانيك. ما له علاقه ابدا في ال شلون نقدم المعلومات اكيد ما دام احد فيكم المدام زوجة احد فيكم يمكن هي اللي زوجة اخت اخونا محمد المحيطيب هي كان سيده الموقف في هذا الباب. ما شاء الله كان سيده الموقف في هذا الباب من ناحيه تغذيته بالمعلومات وهو كان اوريدي هاوي تصوير انزين فابدع في التصوير وانا كتخصصي كمبيوتر اخذنا جانب السيرفرات والابلكيشنز والاب سواء كان اندرويد او اي او اس. انا تعجبني صراحه واعتز بهذا المشروع. تدري ليش؟ لان المحيطيب الله يذكره بالخير والله يقومه بالسلامه ان شاء الله آمين. لما حصل له موقف واحتاج قدم حل لكل انسان ممكن تعرض نفسه حل جذري. حل جذري امانه حل جذري ايوه حل جذري باختصار بسيط جدا طريقه العرض. احنا نعرف الكتب موجوده والبرامج الطبخ ما شاء الله عد وخربط اوكي ولكن كيفيه عرض الماده العلميه بشكل مبسط وسهل ويسير هو اللي كان منح الابداع فيه خصوصا يعني مثلا الطلبه المغتربين احنا صح. اكيد في كثير يتابعون تلفزيون دوله الكويت ويعني الكل بيده ومتناوله ممكن يشوف الابلكيشن ينزلها عنده وباكثر من لغه بالضبط ويصير هو يتعلم يعني دام انه بريحاته برا بالضبط من خلال شو اسمه السيرفرات اب ستور او سواء جوجل بلاي احنا نقدر نفرز عن طريق الدول اللي تم تنزيل فيها الابلكيشن حلو انزين فكان في معظم الدول في دول امريكا واستراليا وكذلك في دول الخليج العربيه وغير العربيه هم كذلك بالمثل حلو شلون شفت تعاطي الناس بعد التكريم اللي حصلتوا عليه ما شاء الله تكريم يعني لا تكريم سامي نقدر لا الحمد لله منه لا الحمد لله منه شفت تفاعل الناس الحمد لله رب العالمين كان تفاعل ايجابي بشكل كبير امانه اكون صادق معاكم كنا احنا في شهر رمضان المبارك كنا نتامل ان يكون عدد المنزلين للابلكيشن 10,000 نتامل ذلك باقل من 10 ايام حصلنا فوق الرقم هذا ما شاء الله تبارك الله فوق 10,000 فوق 10,000 منزل البرنامج الابلكيشن ما شاء الله عدد الهيتس ما تخيلناها عدد الهيتس على السيرفر ها كانت 24 ساعه هي. بدرجه انه يسوون هيتس على السيرفر 16 مره بالثانيه حلو يعني تخيل عدد الهيتس على السيرفر يعني عدد كبير جدا ما كنا متخيلين امانه هي. انا ما ادري شفت الابلكيشن محطوط عند كل وجبه مثلا هو مقسم صحيح. اللي هو الشوربه بعدين صحيح. عقب في اللي هو المقبلات الابتايزر بعدين كوجبه رئيسيه صحيح. لما ندخل على الوجبه هنا. الاقي في نجوم هل هذا تقييم اللي يشاركون بالضبط. او التعليق الموجود بالضبط تقييم الاشخاص اللي منزلين للاب للتطبيق سواء كان اندرويد او كان اي او اس ها يتم هو الشخص يشوف انه والله بعد ما سوى الطبخه عجبته وايد يحط لها الريتنج هذا في اكله في اكله معينه حصلت على نقاط ما ادري والله الى الان البرجر الجميع بس الصراحة وايد حلو ومنظم واللي تعاني الحين احنا بشهر رمضان من البنات معزومة على غبقة معزومة على إفطار خلاص الحين بيدك الابليكيشن يمكن يغنيك عن 1,000 كتاب ويغنيك عن دخولك لليوتيوب مثل حالتي أنا أدخل اليوتيوب وأبتلش وعيدة وكذي فهذا يكون بشكل منظم وفي صوت تعليق بالضبط تعليق الفويس أوفر باللغة الإنجليزية واللغة العربية حاليا متوفر وإن شاء الله بإذن الله اللغات الباقية نزلها تباعا فالبرنامج في طور تطبيق تطوير بشكل مباشر حلو المهندس خالد حتى الاكلات الرئيسيه ممكن دقيقه ونص اتعلمها ولا بس شغلات بسيطه إيه لا لا لان كل ما بحثنا شعار ترويجي لا لا فعلا هو فعلا ليس ترويجي ابدا نعم. لسبب بسيط جدا ان احنا نعطيك المفيد مختصر بالضبط مختصر المفيد عندك الشغلة الفلانية هذا الانجريدينس أو المكون هذا تبي توصل مرحلة تتحط بالجدر أي. أنا أعطيك الخطوات كل الخطوات اللي تمكنك تحطها بالجدر أي. فإحنا اعتمدنا على الفيديو هذا أنك توصل مرحلة أنك تسوي الطبخة كاملة أي وبالشوف ومع التعليق يساعد بس يعني أنا أتوقع أنه صار في بالي أنه إيش كنت أخذ وقتكم يعني وقت منكم التصوير التصوير اللي قام فيه اخونا والله اخذ مجهود جبار امانه قام فيه اخونا محمد المحيطيب اي بالضبط ابدا مو سهل خاصه انك انت تنتج شيء فروم سكراتش يعني من البدايه وخاصه أوكي. ان كل طبخه يبي لها احد ياكلها عقب بالضبط دوقة مضبوطه ولا لا صحيح اخذ وقت ومجهود جبار جدا تبلورت الفكره تقريبا سنه 2015 شهر 10 زين هذا كانت بدايتها حلو. وتم تطوير الابلكيشن ونزل بشهر 6 شهر 6 توا أيه. القادم لهذا المشروع الجميل يعني حصلتوا على تكريم جميل وجائزه لا لا خصوصا جائزه مثل صاحب السمو هذا شيء جميل لا لا القادم من ناحيه التطوير في عندكم خطه مستقبليه تطورون هذا الابلكيشن طبعا احنا الخطوه اللي متخيلين ان شاء الله نطور فيها الابلكيشنز هذه الابلكيشن هذا بحيث الشيفن هاند ان نحاول قدر الامكان ان نضيف اللغات اللي احنا نرجوها اللي ممكن تغطي كل احتياجات في الاشخاص في كذا لغه حاليا 3 لغات اوكي ولكن احنا في طور وصول الى تقريبا يقارب 10 لغات تقريبا
ان شاء الله اساس نغطي يعني الدول بشكل عام ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله اشوف يعني عندكم في الابلكيشن يعني اضافات تفيد بعد اللي حابين يتعلمون الطبخ ويمكن يكونون هم مبتدئين جدا يعني عصايري معودين يحطون لنا تزيين ان شاء الله باذن الله. نوح على سالفه التطوير، هي في جزئيه بسيطه ودنا احنا كذلك نطورها ان نحدد اللوكيشن مالك. بناء على اللوكيشن انت تحدد الانجريدينتس اللي ناقصك ها ونقول وين تروح تاخذه. ما شاء الله وين حلو الصراحه، ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يوفقكم دايم وان شاء الله نشوفكم تسوون بعد ابلكيشنز زياده مفيده وتفيد الشباب الكويتي اكيد وايضا في الخارج. هذا الابلكيشن مو بس حق الكويت يعني في اي مكان، على كل دول كل الدول العالميه. نشكرك المهندس خالد العريمي على تواجدك معنا، شكرا لك، شكرا لك. نطلع فاصل وراجع لكم في غد رمضان.